السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد، فيديو غنديروا فيه ان لايخ كيك بلي فروي روج. غنشوفوا فيه كيفاش نديروا هذه الحلوه دو ا زد، وكيفاش نديروا هذه لي كولور ديال الشوكولاط، وكيفاش نزوقوا هنا بالبوشوار. وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم وانكم تبقاو معنا حتى الاخير، ونبداو على بركه الله. وجدت لاكريم مع الماسكاربون ودرت السكر. هنا درت 200 غرام ديال لاكريم و 100 غرام ديال الماسكاربون و 30 غرام ديال السكر وخنشر ديال الفاني. غادي نطربهم مزيان باش نعمرو بهم الحشوه ديالنا. هنا لا جينواز ديالي رانا ديجا قطعتها وسقيتها كما تشوفوا، قطعتها على 4 ديال القطع. دونك نطرب هادشي ونعاودو نكملو الفيديو ديالنا. انا الشونتي ديالنا راه طلعت، خاص لا كريم والماسكاربون يكونوا باردين مزيان باش يطلعوا لكم. من الاحسن هاد لو بول تكونوا دخلتوا الثلاجة من قبل باش يكون بارد وفي ساعه يطلع لكم لا كريم. قطعت عندي لي فروي روج، فريز، فرامبواز، الميرتي و المور تنقولوا ليه، ما عرفتش كنقولوا ليه بالعربيه. شديت هاد المول ديالي وغلفته بهاد البلاستيك هاد لي ساك دو كونجيلاسيون اللي كنديرو في الكونجيلاتور. الا ما عندكمش ديروا ان فيلم اليمونتيغ. هاد الطريقه كتصلح للناس اللي ملي كيمونطيو الكاطو كيجيهم دائما عوج وما تيجيش مقاد. دونك هادي طريقه باش ان الحلوه ديالكم كتجي مقاده، تنمونطيو وتندخلو للثلاجه نخليو تشد فراسها الحلوه، عاد نخرجوها ونحيدوها. غادي نحط دائما هذاك حيت كنديروها بالمقلوب، هذا ديال الحلوه نديروه هنا الاول. هنا كما قلت لكم برا ديال الحلوه غادي تكون لا كريمو بيغ، دونك غادي ندير لو سيركل ديالي ديال كريمو بيغ وعاد نعمر بالشونتيي ولي فخوي. غادي نخلي لكم الطريقه ديال لا كريمو بيغ في صندوق الوصف والطريقه ديال لا جينواز حتى هي. الفخي ديالي على فكره هنا تقدروا تستعملوا غير فروي واحد ولا تخلطوا ديروا اللي بغيتوا، ديك الساعه كيكون الاختيار ديالكم. كما كتشوفوا وغندير الطبقة ديالي التانية ديال الجينواز.
غندير الجينوز ديالنا باش تجي يجي داك الشيء بحال هكا ونعاودو نغطيو الفيلم كيف كان. ونفس الطريقة تاني دونك كما كتشوفوا هنا سالينا تاع مرض ديال الحلوى. شوفوا هذوك 200 غرام ديال لا كريم و 100 غرام ديال الماسكربون كيجيو لنا هما هذوك قد قد. فإلا كنا غادي نخدموا غير العمره بوحدها طبيعه الحال الا كنا غادي نعمروا الحلوى وغادي نزوقوا من برا بالشونتي ماسكربون ديك الساعه راه خاصنا ندوبلو المقادير. مي الا كان غير حلوى ديال 15 سنتيمتر واربعه ديال الطبقات راه كافيين هاد المقادير. دونك انا غادي نفيلمي هاد الحلوى ديالي وغادي نديرها في الثلاجه تبرد. ملي تبرد عاد ديك الساعه غادي نخرجها ونزوقها من برا بلا كريم ولا كريم فيها. دونك نعاودو نتلاقاو ندير ليها بعدا الفيلم المنطقه على الوجه باش ما تشمش ليا شي ريحه في الثلاجه. و نخليوها تبرد على خاطر راه بردات. غادي نجيب هاد لو بلاطو اللي غنحط عليه الحلوى ديالي ندير شويه ديال لا كريم ندير هكا ونقلب. الحلوى ديالنا كما كتشوفوا راه مقاده. غادي نديروا واحد لاكوش رقيقه ديال ديال لاكريم كما كنقول لكم باش دائما كتفكسي لنا هاد التفرتيت هذا ما تيجيناش كيجيناش باين في الفينيسيون. دونك هنا درنا الكوش الاولى دابا نديرو الكوش الثانيه ديال لاكريم. هنا غناخدو السباتول وغنبداو نقادو لاكريم ديالنا. دايما السباتول كتكون واقفة بحال هكا متكونش لها هكا لا هكا باش لاكريم تجينا مقادة وهاد لي زونغ لي يجيونا مقادين.
كهاد الخويات نعمرهم. هنا دابا حنا راه تنسرحوا الوجه، يعني ما خاصنا نحاولوا من من ما نحيدوش بزاف ديال لاكريم، يعني ما نوركوش على لاسباتول، لاسباتول بزاف باش ما تحيش لنا لاكريم، نكونوا غير كيكون محايد مع مع لاكريم ديالنا وتنسرحوا. كما كنقول لكم دائما راه كل واحد التقنيه ديالو صاج كديره. دونك هنا باقي ليا غير هنا كما تشوفوا هاد الشويه هنا، دونك كل واحد كيفاش كيبغى يخدم، كاين كيبغى يخدم بلاسباتول ديال هادي ديال البلاستيك، هادي ديال البي ام، كاين اللي كيبغي يخدم بهادو ديال الحديد، كل واحد اللي مرتاح بشي حاجه راه تيخدم بها بطبيعة الحال. ديالنا راه تسرحت، دابا غنبدا نقاد في الوجه. دائما نبداو من الجنب وندخلو لداخل، وشاك فوا نقيو لاسباتول ديالنا من هاديك لاكخيم لي تهزات. نقادو الوجه، خاص الوجه يجينا مقاد، يعني نفس المستوى، ماشي جهه هابطه وجهه طالعه، فين يبان لينا راه هابط شويه نزيدو لاكريم ونقادو. ديالي كما تشوفوا هي تسرحات، غادي ندخلها تبرد واحد شويه باش نعاود نكمل لها الزين ديالها ونعاودو نطلقها. خديت واحد البوشواغ، بغيت ندير واحد الزواقه بالبوشواغ هنا، وبخي عاد نزوق هنا بلي فخوي وبلي شويه ديال الفروي هنا. دونك كتاخذوا البوشواغ اللي بغيتو، انا درت هذا، يعني تقدروا ديروا اللي جات على خاطركم. دونك ناخذ هذا مثلا، نشوف فين غادي يجيني، نحط البوشوار ديالي وندهنها كامل.
الحلوه ديالكم تكون بارده، لحقاش الا جيتو حطيتو هاد البوشوار على لا كريم وهي باقا ما بردتش غتهز ديكم حتى لا كريم حتى هي ديال الحلوه ديالكم، ويخسر لكم كاع هذاك اللي صاج ليا اللي درنا. هنا نحيدو هذاك الفائض ونحيدو بشويه البوشوار ديالنا. نتوما خلوها تبرد مزيان لحقاش انا ما كانش عندي الوقت باش نخليها تبرد مزيان. باش قدروا هكا كما تشوفوا ها صافي هي قديتها قد الفوق غير ما نوركوش لحقاش هاد لا كريم بارده لا تهز لينا حتى هي. نديرو غير بشويه دابا غادي ندخل هاد الثلاجه ما بما صايبت واحد لاكناش باش ندير هادوك لي كولور من هنايا ونوجد لاكناش ديالي ونعاود نتلاقاو. خديت 50 غرام ديال لاكريم ليكيد فيها 30% ديال لا ماتيغ غراس بحال هذيك اللي كنطلعوا بها على شونتي. خديت 50 غرام وغنزيد عليها هنا غنسخنتها حتى تغلات مزيان وغنزيد عليها 25 غرام ديال الشوكولا نوار. نخلي واحد شويه يذوب الشوكولا كتشوفوا ديال الكناش ديالنا. دونك غادي نديرها في البول ونغطيها بان فيلم المونتير وندخلها للثلاجه باش تبرد ليا مزيان. نتوما تقدروا توجدوها على قبل وتخليوها تبرد على خاطرها انا ما عنديش الوقت باش نتسنى خاصني نخدم بها في ساعه. هنا باش تبرد ليا غادي نديرها في هاد نديرها في هاد الطبسيل. الحلوة ديالي انا خرجتها من الثلاجه لاكناش ديالي راه بردات دونك غنبدا نكولي. انا بغيت على هاد الجهه هادي فقط كما شفتوا كتكون الحلوه بارده ولا كناش فيها 30 دوغري يلا تتهبط صافي تتجمد تيكون هذاك لو شوك تيرميك شي ساعه تتبرد كتبرد لا كناش. ناخذ شويه ديال الدوغي لا بودغ دوغي وغنزوق بها غير هنا هاد الجنب هذا نديروها غير بالبانسو نحطو البانسو في لا بودغ ونطابوطيو بحال هكا غير بشويه.
خديت كاع لي فخوي اللي خدمنا بهم لداخل قطعتهم كي اللي قطعته بحال الميو، خليت وصاين لحقاش ما كيجيش زوين ومقطع. قطعت الميرتي فرومبوز ولي فريز وغنبدا نزوق دابا الوجه ديال الحلو ديالنا. وخديت بين فوق درت فيها شويه ديال لا كريم اللي بقات ليا، غنبدا بها هي الاولى. درت هاد لا دويه ام اللي كنديروا بها هادوك الوريدات. بسم الله شويه ديال الدوغي هنا. نزيدو غير لو بريون على هاد لي فروي باش ما يجيوش باتين بحال هكا ويبقاو كيبريو. الا ما عندكمش تقدروا ديروا الناباج، راه كيدير نفس القضيه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا. قرب لكم باش تشوفوا. وكنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى ان هذه الحلوى تكون عجبتكم وانكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. ما تنساوش في صندوق الوصف غادي نحط لكم لو ليان ديال لا فيديو ديال لا جينواز وديال لا كريم او بير والماتيريال منين خديتو باش خدمت هاد الحلوى. الا عندكم شي تساؤلات ما تنساوش تحطوهم ليا في التعاليق نجاوب عليهم ان شاء الله. ولا عندكم شي تدخل او شي اقتراح مرحبا به. وما تنساوش منساوناش من الدعوات ديالكم وخليتكم على خير وتهلاو فراسكم والفيديو الجاي ان شاء الله.